تفضل عارف نفسك. انا اسمي خليفه محمد مبارك عبد الرحيم، مدرس بالازهر الشريف. والله حضرتك نزول الثوار الى ميدان التحرير واعتصامهم بميدان التحرير لان الناس لم تشعر بتغيير حقيقي ملموس في الشارع، لاني انا اعتقد انه في كل مكان في كل مكان في كل في كل مكان حكومي في كل مؤسسة حكومية تجد مبارك الصغير، كان يتمثل في مدير العام او في وكيل الوزارة او في بعض المسؤولين مستشاري الوزارات، يذهب المواطن العادي للتعامل معهم فيجد نفس الوجوه ونفس الاشكال بلا تغيير، لان المواطن العادي لم يلمس التغيير، فلذلك هو موجود هنا في ميدان التحرير. التغيير هو المطلوب، فإذا لمسنا التغيير الحقيقي ولمسناه فعلا بأيدينا في معاملتنا مع المؤسسات الحكومية أو في الجهات المختلفة للدولة سنلتزم سنذهب للعمل. لكن في أي مكان نذهب إليه نجد مبارك الصغير، مبارك الكبير الآن في شرم الشيخ، أما مبارك الصغير ما زال موجود في مؤسساتنا الحكومية، مبارك الصغير ما زال يحكم، المتمثل في المدير العام، المتمثل في وكيل الوزارة، المتمثل في مستشار الوزراء. ولذلك نرجو التغيير ونلفت نظر حكومة الأستاذ شرف إلى هذا الموضوع بشكل هام وجذري. المؤسسات الحكومية بجميع تخصصاتها وقطاعاتها المختلفة ما زالت الوجوه القديمة هي التي تحكم وهي التي تدير البلد، ولذلك نطلب التغيير في أسرع وقت ممكن. شكرا.